اليوم وبعد الفشل الكبير لليفربول هذا الموسم قررت اني ارجع ابني نادي ليفربول ومن غير يورجن كلوب بتم طرده من النادي وتحييني كمدرب فني لا الفريق من اجل اعادته الى البطولات. النادي معه 19 دوري انجليزي وستة دوري ابطال من اضخم الانديه بالتاريخ، فلازم انه يرجع للمنافسه وللبطولات وناخذ دوري الابطال والدوري كذلك. اضغطوا على اللايك بالبدايه، خلونا نوصل ل 40,000 لايك، واكتب لي مين الفريق اللي حابب نبنيه بالحلقه الجايه. كمان اضغط على الاشتراك الان، اضغط اشتراك وجلس، خلونا نبدا. واذا حابب تشتري كوينز وتضبط فريقك مالك الا موقع يوسف ان باي، الموقع الافضل والاسرع والاضمن في نقل الكوينز، وايضا عندك كود الخصم SYR صار بيعطيك خصم اضافي 6% على اي عمليه شراء كوينز بتتم عن طريق الموقع. رابط الموقع طبعا بالديسكربشن، ولا تنسوا ايضا كود الخصم SYR. طبعا ميزانيه ليفربول الحاليه حدود 160 مليون يورو هي اللي بنستخدمها للانتقالات، فهيا بنا. اول شيء ومع البدايه بيتم طرد العاهات اللي ما بيقدروا انه ينفذوا افكاري، واللاعبين المنتهيين من فريق ليفربول بيتم طردهم بالكامل حتى يزودوا لي الميزانيه واقدر اجيب لاعبين. الميزانيه يا جماعه الخير بتكون واقعيه، يعني ما بتزيد الا عن طريق بيع اللاعبين فقط. هي تشكيله الفريق الحاليه والقائد هو الفيرجيل فان دايك، وشوف معنويات اللاعبين قديش منخفضه يا جماعه. هي اسعار لاعبين ليفربول واغلاهم هو محمد صلاح، وعندك دييغو جوتا، ارنولد، اليسون وشويه لاعبين. لويس دياز قيمته السوقيه جدا انخفضت، فلازم انه نحاول نشتغل على هذا الموضوع، وكل ما تطور لاعبين كل ما بتغلى قيمته السوقيه. اول شيء بيتم طرد العاهات من النادي، ميلنر العجوز على قائمه الانتقالات، ادريان على قائمه الانتقالات، هندرسون المنتهي كذلك على قائمه الانتقالات، الكانتارا الصراحه بيضل لانه لاعب فنان ولكن مشكلته الوحيده هي الاصابات، والا والله من افضل لاعبين الوسط. جويل ماتيب صراحه قدم موسم حلو الموسم الماضي، فيعني نوعا ما انا عاجبني مستوى اللاعب فبيضل. فيرمينو مشكلته انه لاعب مستواه مو ثابت، وبالتالي يعني الصراحه صعب انه يعني كثير اعتمد عليه كاساسي، وبالتالي بينضاف. طبعا صلاح وفان دايك واليسون اكيد بيضلوا، فابينيو موجود، روبرتسون موجود، تشامبرلين اللاعب المنتهي واللي بينصاب كل سنتين على قائمه الانتقالات، نابي كيتا على قائمه الانتقالات، تسيميكاس بديل جيد ممكن انه يضل بالنادي، جو جوميز لاعب جاب ام العيد، شفتوا شو عمل فينا ضد ريال مدريد، نحن ليفربول شو عمل فينا هذا اللاعب، ضيعنا ضد ريال مباريات الدوري، كل مباراه لازم هيك ايد غابه، فلاعب منتهي صراحه، لاعب هفواته كثيره، بينضاف كذلك على قائمه الانتقالات. لويس دياز لاعب ممتاز لازم انه يضل ضروري جدا. عدا عن هيك الصراحه انا شايف يعني تقريبا اللاعبين المنتهيين هيك كلهم يعتبر ضفناهم على قائمه الانتقالات وممكن يزودوا لي للميزانيه. حاليا الميزانيه 160 مليون فقط، فانا محتاج ميزانيه حتى اتعاقد مع لاعبين وبنفس الوقت يعني بيع لاعبين. اما دفع الشرط الجزائي لروبرتسون لسه ما بلشنا، برشلونه دفع الشرط الجزائي 98 مليون لروبرتسون، ايش فيه هو والله روبرتسون. فانتوا بتعرفوا يا جماعه انه روبرتسون من اكثر اللاعبين اللي صنع اهداف بتاريخ الدوري الانجليزي وهو ظهير، بالتالي لازم يجدد له العقد مشان يضل. ظاهر انه هو طالب زياده بالراتب بس يا هو. طيب يلا هي اعطيك راتب 200,000 بدل 150,000، كل هدفك ماديات يا روبرتسون. ريال مدريد بدهم يعطوني كامافينجا وفوق 720,000، ولكن قيمه فابينيو السوقيه اكبر من كامافينجا للامانه، واقوى من كامافينجا هو حاليا، فللامانه مو افضل صفقه ممكن تكون. جاني عرض لجو جوميز ب 39 مليون ب 29 مليون نو بدهم يعطوني لاعب معفن كمان. جاني عرض لجيمس ميلنير العجوز ب 3 مليون، انتقل يا الجيمس. وصل عرض كذلك لادريان بقيمة 740,000، أكيد قبول من دون أي تفكير. وهندرسون إجا عرض ب 21 مليون من نادي إشبيليا، بنطلب منهم يا جماعة 25 مليون أو 26، والله مو موافق شكله المدرب. طيب يلا بنخليهم 25 مليون آخر كلام. يا سلام يا سلام، خلينا تشكيلة الفريق حاليا بهي الصورة، نونيز وجوتا مهاجمين، صلاح على اليمين ودياز على اليسار. لا تنسوا إنه عندنا جاكبو كذلك كموهبة ممكن إنه يكون أساسي بالمستقبل أو يكون دكة، حاليا ما بعرف. للأمانة فابينيو بيكون أساسي أكيد، هندرسون ما بعرف ليه حاطه بالغلط، فحان الآن وقت إني اتعاقد مع مدافع. حطيت كوناتي، كوناتي مدافع صلب، واذا بيستمر بيصير من الافضل، ولكن حاليا ما زال مستواه عادي يعني نوعا ما مقارنه ببقيه المدافعين التوب، فلازم انه نجيب مدافع توب اسطوري وثنائيه خارقه مع الفيرجيل فان دايك. قرر جيب اللي هو رونالد اراوخو، مدافع برشلونه من افضل المدافعين بالعالم يا جماعه الخير. تخيل ثنائيه اراوخو وفان دايك، انت تخيل ممنوع المرور حرفيا يا جماعه الخير، كل واحد فيهم متر و93 سنتيمتر تقريبا. قيمه اراوخو 108 مليون، ولكن عنده شرط جزائي 100 مليون بس، يعني اذا بدفع 100 مليون بقدر اجيب اللاعب مع انه هو اغلى من 100 مليون. يا ساتر يا جماعه اذا بتزبط هي الصفقه، شوفوا قيمته من 135 مليون ل 170 مليون بس شرطه الجزائي 100 مليون فقط. او ماي جاد، دفعنا 100 مليون يا جماعه، حتى اداره برشلونه ما بضطر ارجع لها، باخذ اللاعب هيك بدون ما اعمل اي شيء. ضحكنا عليهم بكوتينيو وهلا عم نضحك عليهم وناخذ منه رونالد اراوخو، والله اعلم مستقبلا شو ممكن انه نسوي. تعال يا رونالد يلا اراوخو، نعطيه راتب 200,000 بيستاهل يا جماعة. كذلك مكافأة على كل 10 كلين شيت بتاخذ مليونين يا الأراوخو. نعم هي شو ما طلب، ما بده المليونين
مين اللي رح يجيب لك كلين شيت من غير ما تعطيني حتى المليونين؟ ولكن الميزانية حاليا اللي بقيت عنا 46 تقريبا مليون. اوه ماي جاد، والله الميزانية ضعفت يا جماعة. ولكن العم رونالد أراوخو صفقة تاريخية. ويلكم يا رونالد، يا سلام يا رونالد بطقم الليفر، الليفر كبير انجلترا، منور يا رونالد يا عيني. صفقة اسطورية والله الادارة اذا ما بتقيم لي الصفقة ايه، وقسما باللاعب يا جماعة. ايوه والله بيستحق يا جماعة. ليش منار جبت مدافع؟ لانه انتم شفتوا يا جماعة الخير مشكلة ليفربول ضد الريال شو صار فيهم. مشكلة ليفربول الاساسية هي الدفاع. الليفر عم يسجل اهداف بس عم يبلع اهداف كثيرة. ببطولة الدوري كان اسوأ ما يكون دفاعيا للامانة، فبنزل اللي هو رونالد أراوخو الصفقة الجديدة مكان اللي هو كوناتي. وجاني عرض حلو 32 مليون من وولفرهامبتون. خلص بنطلب 40 مليون، بالله عليكم ادفعوا يا وولفرهامبتون، انتم نادي غني. يلا 40 مليون وخذوه، 40 مليون وخذوه. يهو يا اخي زعلوا على طول. والله خلص اذا بيجيب 35 مليون انا موافق. وصل عرض لروبرتو فيرمينو من الريال. هجوم برازيلي كامل، فيني، رودريجو، فينيس وفيرمينو. يا ساتر يا جماعه الخير، واو يا الريال. والله الصراحه الريال اذا بيدفع لنا ابو 36 مليون بيع يا مدير، بيع. بدفعوا 37 مليون يا الريال، ومبروك عليكم روبرتو الديناميت. 32 بس 33 يا عمي، خذوا يلا. عادي يا هذا، بس يعني ما لا تجلدونا كل مره ما لو سمحت. يعني شكله التقييم حيكون سيء للامانه صح. والله ايه اجلد يا ولد، والله ممتاز. حاليا الميزانيه وصلت 82 مليون وهذا شيء ممتاز للامانه. التشكيله جيده وعندنا مواجهه ضد السيتي ببطوله كاس هو مثل كاس السوبر الانجليزي، يعني كاس الدرع الخيريه شيء مثل هيك. ادريان وصلوا عرض كمان. يا اخي انتقل يا ادريان، فكنا من شرك خلص. وصل عرض لتشامبرلين بقيمه 10 مليون. والله لو اي شيء يا رجل تشامبرلين، خلص فكني من شرك، روح. اجا تدخل مره على جيكو او اخر شيء هو اللي انصابه بلع رباط صليبي. شو استفدنا نحن منك؟ ما استفدنا منك ولا شيء يا تشامبرلين. لاعب منتهي من لما جبناك من ارسنال، ما قدمت الا موسم مثل الناس. الان مباراه ضد السيتي، مشكله يا جماعه. اوه جاني عرض لفابينيو ب 60 مليون بالاضافه للاعب. والله اللاعب اللي راح يعطوني اياه منتهي للامانه، فكني من هذا العرض. مشكله يا جماعه اليسون، مو بس الاصابات ممكن تكون مشكلته، انه مستواه مو ثابت. يعني انا اذا بدي اجيب حارس، لانه الصراحه اليسون ممكن بعض المباريات يخذلني واحتاج حارس صاحب ثبات اكبر بالمستوى، وبالتالي هذا الشيء اللي بنحاول نركز عليه انه نتعاقد مع حارس بديل لاليسون. في عندنا كيبا حارس تشيلسي مقدم مستوى خرافي هذا الموسم للامانه، وانا شايف انه فكره انه نتعاقد معه مو بطاله ابدا. اوتو 81 فقط، ولكن انه بيتطور للامانه وقدم موسم خرافي وعنده خبره ببطوله الدوري الانجليزي فبنجيبه على النادي. تعال يا كيبا. طبعا تشيلسي جابوه ب 80 مليون يا جماعه، وانا دفعت لهم 30 وباعوني اياه. يعني واو واو، ويلكم يا الكيبا، ويلكم. هيك جبنا حارس احتياطي وجبنا مدافع اساسي. طبعا التركيز يكون لسه على خط الوسط وشوية نوعا ما الهجوم، ولكن الميزانية لازم انها ترتفع نوعا ما، لانه للامانة محتاج شوية ميزانية حتى اقدر اني اجيب لاعبين كمان. واربعة اثنين يا جماعة، وصلاح حرام راح عليه الهاتريك صلاح. يلا مو مهم، اهم شيء فوز. يا جماعه بطوله من بدايه الموسم تعطي حماس ودافع للاعبين مش طبيعي، فكان من الضروري انه الواحد يفوز ببطوله حرفيا من بدايه الموسم. خلينا شيك مين اللي جاب بقيه الاجوال. صلاح جايب هاتريك، جايب ثلاث اجوال، واللي جايب الرابع هو جوتا. هالاند سجل علينا وجريليش. صلاح هاتريك على السيتي يا جماعه، يا ساتر يا بالصلح. سجل هاتريك على مانشستر يونايتد، هاتريك على السيتي، هاتريكات يمين هاتريكات يسار، مش طبيعي انت يا بالصلح. والوداع يا الاوكسليد يا تشامبرلين الفاشل، الوداع. بس هات فلوس، هات 10 مليون. هات جاني عرض ثاني لجيمس ميلنر. ليش ما انتقل بالبدايه؟ رفض ميلنر الانتقال الى اودينيزي. شو انت ناوي تخلد بالنادي ولا شو؟ توكل يا اخي خلص. ونابي كيتا كذلك رحل يا جماعه رسميا عن صفوف نادي الليفر. لعبنا التدريبات كامله واخذنا ايه فيهم، وبالتالي الفريق هذا بيتطور زياده بسبب هاي التدريبات. نعم وصل عرض لهندرسون وعرض لجوجو. يا اخي جوميز بالله انتقل، اي شيء خلص. انا موافق، انا خذوه، بس خذوه من وشي. السيتي بده هندرسون ورفض الانتقال لاشبيليا. يا اخي وافقنا على 25 مليون، حرام عليك يا هندرسون يا اخي، انتقل خلص. طيب طالما اشبيليا دفعوا 25 مليون فاكيد انه السيتي بيدفع 25 مليون كذلك، يعني مفروض يعني 20. لا يا اخي 20 قليل. طيب خلص يلا 23 يا جوارديولا ارجوك. شكرا يا جوارديولا شكرا. حاليا الميزانيه 94 مليون، وان شاء الله بس ينباعوا هذول اللاعبين الميزانيه حتزيد زياده باذن الله. ميلنر ما وافق، استغفر الله. ميلنر يا اخي حيجلطني، شكلي بطرده من النادي وخلص. وهذا كمان ما انتقل يا جماعه. ادريان وميلنر وهندرسون ناويين هيك يخلدوا بالنادي، ما بدهم ينتقلوا، عاجبهم الوضع، عم ياخذوا راتب من غير ما يعملوا ولا شيء. انا مباراه ضد تشيلسي وفرصه لاختبار الدفاع يا جماعه الخير باول مباراه ببطوله الدوري. لسه طبعا التشكيلة مو كاملة 100%، وحتى لو خسرت فعادي لأنه أنا ما وصلت للتشكيلة لسه اللي بدي إياها. فخلينا نشوف. 1-1 صلاح سجل لي الهدف التعادل، شكرا. طيب أدريان أرجوك يا أخي فكني من شرك، يا رب إنه أدريان اللي انباع.
هذا هندرسون ولا ادريان؟ هذا هندرسون راح على السيتي. يا سلام يا فرحتي انا، الحمد لله يا رب الحمد لله. تخيل انه هذا هندرسون قائد ليفربول من 2015، من وقت ما جيرارد راح هذا كابتن ليفربول. واو واو. الميزانيه كم حاليا؟ 119 مليون. يا سلام يا سلام، الميزانيه فنانه والله. بما انه عم نحكي عن خطوط الوسط صراحه، لازم انه نحكي عن الجود البلينغهام يا جماعه الخير. اذا اجاني عرض لفابينيو الصراحه قوي، ممكن انه يروح وتكون الثنائيه بالوسط هي تياغو والجود البلينغهام اللي كتير صرح انه بحب نادي ليفربول قبل، فلازم انه يجي على نادي ليفربول فعليا. بيلينغهام قيمته السوقيه 70 مليون، ولازم ادفع تقريبا حدود 80 ل 85 مليون حتى دورتموند يرضوا انه يعطوني اياه، ولكن صفقه مستقبليه لنادي ليفربول بكمل معنا 10 سنين يا جماعه بالمرتاح، يعني ك 10 مواسم بالمستوى العالي. تعالي الجود يا بيلينغهام. اول شيء يا جماعه حنجس نبضن، حتقدم لهم 82 مليون او 81 مليون، عشان بقدم لهم 80 ممكن يطلبوا 90، لما اقدم لهم 90 من البدايه بيطلبوا 100. اوكي اوه، ما طلبوا 100، طلبوا لويس دياز. لا 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 لا، يلا 82 مليون. وافق وربي وافق. يا عمري يا المدرب يا عمري، والله ما توقعت، توقعت على شيء ابو 85 90. يا عمري يا الصفقه، يا يا لاعب وسط بيخدمنا 10 سنين لقدام، مو مثل العاهات اللي موجودين. شوف راتبه كم، 38 ألف. اوه ماي جاد، راتبك بيكون 200 ألف، وبعطيك مكافأة مليون، وكذلك على كل 5 أهداف بتسجلها لك مليونين وليس مليون واحد. بيبقى معنا الآن 24 مليون فقط، فلازم إذا بدنا نجيب لاعبين كمان نبيع بعض اللاعبين، بحس إنه أقدر زود الميزانية نوعا ما. والكمية الجود، صفقة أسطورية قسما بالله يا جماعة، لاعب بيخدم خط الوسط 10 سنين لقدام. إذا الإدارة ما بتقيم لي الصفقة إيه، عن جد أنا حأعتزل التدريب، عن جد أنا بعتزل التدريب. جايب لكم صفقة يا رجل ما كنتوا بتحلموا فيها. أيوة أيوة صح صح صح، هذا الكلام الصحيح، هذا الكلام المنطقي الصراحة، إنه الإدارة تقيمها إيه. طيب الآن بينزل بخط الوسط، يا سلام يا سلام، بيلينغهام أراوخو وكيبا، هاي الثلاث تعاقدات اللي جبناها للآن، وللأمانة ممكن نجيب زيادة ولكن محتاج ميزانية، وبالتالي لازم نضيف اللي هو فابينيو على قائمة الانتقالات. إذا فابينيو بيجيب عرض ممتاز أنا حكون جدا رضيان الصراحة. عنا مباراة أرسنال، أوه جاني عرض لماتيب، حلو ممتاز. ليك أدريان مو ناوي ينتقل، توقفت محادثات أدري، أستغفر الله، خلص يا أخي فكري من شرك. ليك وحتى هذا ما انتقل، ميلنر يا الله يا أخي، قبول قبول كلهم، قبول كلهم، أي واحد أنت بتوافق عليه روح انتقل. جويل ماتيب إجا عرض بعشرين مليون بس، أوه والله 20 قليل يا رجل الصراحة نوعا ما، بس بما إنه عنا كوناتي فيعني بنطلب منهم يا جماعه 25 خلص، اذا وافقوا عاد ياخذوه. طيب حاليا عندنا مباراه مع الارسنال اللي ما معه ولا نقطه، ونحن معنا نقطه وحيده، فصراع النقاط هون مين اللي بيقدر يجيب يعني نقطه بالدوري الانجليزي او يجيب الثلاث نقط اول. فهي التشكيله الاساسيه، وانا واثق انه بنجلد الجانرز على ملعبهم ملعب الامارات. كذلك تعادل 2-2 ما بيعني اي شيء هذا التعادل، ولكن التعادل اجى باخر الوقت، يعني نحن كنا خاسرين منهم يا جماعه. انتوا بتعرفوا يعني التعادل ضد ارسنال مو شيء سيء، ارسنال عمل موسم اسطوري، فيعني التعادل ضده ما يعتبر شيء سيء للامانه. طيب او نايس، وافقوا يا جماعه على انتقال ماتي ب 27 مليون، جدا ممتاز جدا ممتاز يا الشبونه. الباقي هذول كلهم اعارات، ما هذا مين، كلن اعارات يا جماعه حرفيا، ما عدا هذا اللاعب. يا رب انه ماتي بنباع، الحمد لله. يا او هذا جو جوميز، يا عمر يا شيخ الحمد لله على السلامه اخيرا. هذا انت انباع، الحمد لله على اشبيليا، توكل يا اخي 31 مليون بتزود لي الميزانيه بطريقه بنت لذينة والله. لا لا ماتي توقفت محادثات انتقاله، يا الله وصل عرض لادريان كمان، لا حول ولا قوه يا اخي، خلاص يا فابينيو جاء عرض او بابا 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 من مانشستر يونايتد، المانشستر يونايتد بنطلب منهم يا جماعه 75 مليون، صفقه ممتازه تكون بفابينيو اذا بينباع. بما انه جبنا بيلينغهام فصراحه فابينيو ما له مكان اساسي بالفريق، فانا شايف 75 مليون يا تنهاج ممتازه، قرر يدفع لي 66، طيب بنخليها 74. يلا يا الايريك تنهاج، يلا يا الايريك تنهاج، 71 مليون، طيب خلص خليها 72.5 وبنتفق، 72 و200 يا عمي ماشي، مبروك عليكم، مبروك اليونايتد، مبروك خليفه مكتوميناي. تخيل يكون عندك كازيميرو وتروح متعاقد كمان مع فابينيو، ليه؟ اوه ليك برشلونه شو بدهم يعطوني؟ بدهم يعطوني جافي وياخذوا ارنولد؟ والله هي فكره للامانه، ولكن يا اخي انا ماني محتاج لاعبين وسط، وانتم للامانه ما عندكم ظهير يمين، فانا بعرف انكم محتاجين ظهير يمين، فانا بستغلكم بهي النقطه وبحاول اخذ من عندكم لاعب افضل. تعالوا يا برشلونه حبايبي انتم تعالوا، مين عندكم اظهره؟ عندكم جيريرو والبا وروبرتو، كل اظهره منتهيه ما عدا بالدي، يعني انا فهمان. والله عندكم الروبرت ليفاندوسكي، والله انا حاطط عيني عليه يا برشلونه، انا بدي اياه موسم واحد بس، بعرف انه اللاعب خلص 34 سنه بس موسم واحد بيجي بصير هداف الدوري الانجليزي وبيروح بيجيب لي دوري الابطال والدوري. يا ساتر اذا بتزبط، يا ساتر اذا بيوافقوا برشلونه عليها يا جماعه، يا ساتر اذا بيوافقوا وادفعوا لي فوق 15 مليون. يلا ما بدهم يعطوني اياه، حرام عليكم، بدي حيعطوني ديمبلي فوق 3 مليون، بس انا عندي صلاح يا شباب ماني محتاج ديمبلي.
عندي صلاح وعندي إيليوت. والله عطاها السحبة على عثمان ديمبلي تشافي. عندكم موسيالا كمان جايبينه؟ والله كحلو، حلو الكلام. خلص عطوني موسيالا وما بدي منكم أي مبلغ الصراحة. يا عمي إن شاء الله عمرك روح، ما عندك ظهير يمين حتعاني يا تشافي، وخدم مني العناد هذا بيجيب آخرتك. طيب يلا مباراة ضد ويست هام بقى، أول 3 نقط يا لازم يا شباب، نحن ما خسرنا بس تعادلين ترى سيئين. 3-2 بفوز بآخر دقايق عن طريق روبرتسون، صلاح سجل هدفه الداروين، والله الداروين متألق يا جماعة بزيادة. مين انتقل؟ فابينيو. يس 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 الصفقة هي. أوه هذا يا أنه بيجيب لي ميزانية بنت لذينة يا جماعة، 72 مليون وأنا أوريدي معي 50، يعني 120 مليون تقريبا. أو ماي جاد أو ماي جاد، قيموني يا هالإدارة. إيه الحمد لله يا رب، الحمد لله والله ممتاز والله. حاليا نحن باليوم الأخير لفترة الانتقالات وميزانية موصلة 128 مليون، نايس. حاليا يا جماعة الأربع مهاجمين مالهم إلا إليوت احتياطي و جاكبو وبس، ما في اي احتياطيين زياده، فلازمنا مهاجم كمان للامانه، يا اما نجيب مهاجم توب يا اما نجيب مهاجم احتياطي، وهذا الفكره الحاليه الصراحه. طيب 128 مليون بنجيب اللاعب المهاجم اللي هو كونزالو راموش، مهاجم البرتغال اللي قيمته 70 مليون وعنده شرط جزائي 68 مليون بس، فيعني نوعا ما اذا كسرنا له الشرط الجزائي بيكون ممتاز لانه بناخده باقل من سعره صراحه وبمراحل، فبندفع الشرط الجزائي وبنتفاوض مع اللاعب على طول. اللاعب راتبه الحالي 16000 بس، انت تخيل يا ساتر، طالب راتب 59000. تعال يا راموس تعال. طبعا الكونزالو راموس بيكون دكة، صار عندنا جاكبو كدكة وصار عندنا راموس وكذلك اللي هو إليوت، فبنضيفه على الاحتياطيين. خط الوسط للأمانة في لاعبين يعني نوع ما جيدين، آرثر وجونز، إذا قدرنا أن نجيب خط وسط احتياطي جيد ممتاز. كمدافعين عندنا ماتيب وعندنا كوناتي، ظهير يسار عنده تسيميكاس، الظهير اليمين يعني ما في حدا للأمانة بس إنه يعني حنشوف. وصل عرض كمان لميلنر، لا إله إلا الله، وصل لك عرض كمان لميلنر، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا ميلنر أرجوك يا أخي توكل أرجوك. باقي معنا 56 مليون وغالبا إنه بينصرفوا خلال الموسم، فخلينا نمشي بفترة الانتقالات ونخلصها. توقفت محادثات مع يا اخي، الله ياخذ ام الشغله معك. شوف جاء عرض كمان لمن، لا لا ازعجني والله. ورسميا يا جماعه الخير انتهت فتره الانتقالات ووصلنا لهي التشكيله الظاهره امامكم. انا جدا رضيان يا جماعه الخير عن هي الخطه، وباذن الله بتكون هي الخطه هي اللي بتفوزنا بالبطولات مع العناصر الجديده الجود بيلينغهام وكذلك الاراوخو طبعا لا ننسى، وعندنا كذلك اللي هو كيبا وعندنا راموس وجاكبو ايضا يعتبر عنصر جديد، فالصراحه موسم خرافي باذن الله بيكون وبنقدر نحقق جميع البطولات، اثق فيكم يا هي مجموعتنا حاليا بدوري الابطال، وعندنا نابولي يا سلام واياكس، انتهى الكلام. في فرق قويه صراحه بدوري الابطال فلازم انه نجلد، ارجوكم يا شباب. يلا بسم الله نبدا نمشي بالموسم ونشوف مين اللي حيفوز بالكره الذهبيه، وهل حيكون من فريقنا ولا لا. ان شاء الله انه يكون من فريق، اتمنى انه يكون من فريقنا للامانه. اذا انت عزيزي المتابع متابع المقطع للان ومستمتع، حط لايك على المقطع واشترك بالقناه، هدفنا نوصل 3000 اشتراك من هذا المقطع. جماهير الليفر ابهروني باشتراكاتكم ولايكاتكم وكذلك حساباتي بالسوشيال ميديا تحت. خلونا نكمل المقطع. اول مباراه تعادل، ثاني مباراه 3-0 ضد اياكس، وولفرهامبتون 2-1، مباراة الكأس هي بنا، او يا او ماي جاد ضربات جزاء فزنا 2-1، نابولي على نابولي على نابولي على نابولي، يا تعادل. يلا حلو، شهر ممتاز من دون اي خسارة. الشهر هذا صعب يا جماعة الخير، فزنا بأول مباراة 3-1 ضد نادي اللي هو يا جماعة الخير استون فيلا، فيعتبر ممتاز. برينتفورد 2-0، رينجرز يا رب يا رب، حلو 4-2، والله جلد يا شباب والله جلد 2-0، يا عيني يا الشهر والله الفريق مبدأ ضد اليون، يا حرام خسرنا ضربات الجزاء. 3-0 ضد نوتنغهام، يلا توتنهام اختبار صعب، حلو 2-0 والله جلد. ورينجرز دعسناهم 4، ايش في؟ تعادل ضد نيوكاسل، ضد اياكس 2-1، يا عين عيني يا شباب والله جلد والله جلد. 3-1 كمان هون، حلو حلو حلو. يلا مباراة نابولي، مباراة نابولي ارجوك ارجوك ارجوك. 2-1 يا عيني يا اساطير. حاليا هداف الدوري مين؟ هداف الدوري محمد صلاح، 19 هدف من 15 مباراة، يا ساتر يا ابو مكة يا عالمي يا خرافي يا اسطوري والله جلد. نحن الان خلصنا دور المجموعات وخلينا نلقي نظرة يا جماعة الخير، متصدرين مجموعتنا بفرق 6 نقط عن نابولي، واو واو والله جلد. اتلتيكو تأهل كذلك، برشلونة والباير، فرانكفورت وسبيرز، ميلان وتشيلسي، الريال كالعادة، السيتي وباريس واليوفي كذلك. يا جماعة فريقنا هو الفريق الوحيد للآن ما خسر ولا مباراة ببطولة الدوري، ورب المستوى اسطوري يا ولد. جوتا ليك قد ايه تطور، وصلاح ليك قد ايه متطور طول الموسم، يا هو بيلينغهام متطور كمان، جوتا ونونيز والله جلد. طيب هات نشوف 1-1 لمحمد صلاح. المباراه حاليا ضد السيتي، وعينكم على جاهزيه الفريق، اراوخو متطور، فان دايك متطور، الفريق كله بمعنويات عاليه جدا جدا جدا. لنشوف مباراه السيتي، لنشوف. مانشستر سيتي عن طريق دي بروين عرضيه، والهدف الاول من محرز، هربي من نونيز لتسجيل هدف التعادل، وفاول يا حكم ما حسب لنا ولا شيء. هجمه للسيتي باخر الدقائق من اجل الهدف الثاني، وسجلوا علينا الهدف.
الهدف الثاني. دقيقة 87 هجمة من داروين نونيز لتقليص الفارق وسط الحارس، وانتهت المباراة بخسارة الليفرتون. إذا عجبتكم الطريقة بدل ما نصير نعمل سكيب لكل المباريات اكتبوا لي تحت بالتعليقات بنصير بنطبقها وبنعرض لقطات لايف من المباراة. والله ما أعلنوا يا جماعة عن الفائز بالكرة الذهبية، مدري مين فاز، غالبا فاز فيها مبابي أو هالاند بظن. بنمشي لحد مباراة إشبيلية وبنستعرض المباراة، بنشوف ضد فولهام 5-1 وضد الجانرز 2-2، ضد تشيلسي 2-0. مباراة بالكأس، أوه طلعنا بالكأس. مباراة ضد نوتنغهام 2-2، الوضع مو أفضل شيء يا شباب، 1-0 على إيفرتون، وضد السيتي تعادل 2-2. الآن مباراة إشبيلية بدور 16 من دوري الأبطال. الهجمة الأولى إجت وأول تهديف دقيقة 25 وبعد المدافع، فاول لإشبيلية الدقيقة 32 عن طريق راكيتيتش وسجلها هدف عالمي يخرب بيت القوة، وانتهت مباراة الذهاب 1-0. مباراة الإياب بدأت بفرصة لإشبيلية بالدقيقة 7 وجوميز على اليسار، جوميز وكادت يا الجوميز، وعلى طول بعد دقيقتين ركلة جزاء لمصلحة إشبيلية وأليسون تصدى لها بنجاح. ضربة جزاء لليفربول الدقيقة 34 ومحمد صلاح سجلها بنجاح وجاب التعادل. فرصة لليفر الدقيقة 47 وما زالت عند كيرتس جونز، وكيرتس جونز العرضية وأبعدت بنجاح. حلوة ليفربول بونص حطها. فرصة لتسجيل الهدف الثاني وغوميز سجلها بنجاح، نعم على وسط ملعب الانفيلد وجحيم الانفيلد. مرتدة لليفربول بالدقيقة 120، خلينا نشوف هل ليفر حيحقق التعادل او حيطلع من دور ال 16. اوه بو 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 الدروين 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 الله الله الله. بالدقيقة 120 ليفربول يحرز التعادل وياخذ المباراة لركلات الترجيح. خلينا نشوف ركلات الترجيح وشو ممكن انه يصير فيها. صلاح على تنفيذ الركلة الأولى وسجلها بنجاح، والأليكس تيليس والأليسون لم يتصدى. داروين نونيز اللي جاب التعادل وركلة الجزاء اللي سجلها كذلك بنجاح. ركلة جزاء لمونتييل صانع الأحلام، ولكنه صنع الأحلام مرة أخرى. تياغو على التنفيذ والبانينكا. يوسف نصيري بمحاولة للتعديل وعدل بنجاح. الآمال كلها على جوتا بحالة ضيع بحط الليفر بمأزق وسجلها بنجاح. غوميز بمحاولة لمعادلة النتيجة والأليسون تصدى بنجاح، والفان دايك والخامس الحاسم لتأهيل الليفر إلى دور ربع النهائي. رسميا يا جماعة الليفر حسمها بركلات الترجيح وتأهل لدور ربع النهائي. نعم طيب هاي نتائج بقية الفرق. البايرن تأهل، توتنهام تقريبا انه شبه تأهل، الريال واو اغلب الفرق ضمن التأهل. خلونا نمشي بهذا الشهر حتى نعرف مين خصمنا بدور ربع النهائي. عنا مباراة وحيدة ضد نادي فولام، خسارة 2-0. لا هاي الفرق اللي تأهلت فعليا يا جماعة، توتنهام تأهل، الريال تأهل، برشلونة تأهل، مانشستر سيتي تأهل، والباريس طلعوا وبنلعب ضد اليوفي. واو بدأت مباراة اليوفي والليفر بربع النهائي. شبه انفراد لليفربول عن طريق جوتا بدقيقة 14 وسجل الأول، وبعد مضي نص ساعة ركلة ركنية لمصلحة نادي اليوفنتوس ولكن تم إبعادها بنجاح. ركلة جزاء لليوفي بدقيقة 46 عن طريق لفلاهوفيتش وسجلها بنجاح وجاب التعادل. بعدها بخمس دقائق فقط هجمة عن طريق محمد صلاح للنونيز مرة ثانية، وما زالت الهجمة ما زالت لكيرتس جونز مرة ثانية للنونيز، والهدف الثاني الله 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 التيكي تاكا. الهدف الثاني هجمة لليوفي عن طريق مويسكين اللي راوغ فان دايك بنجاح وسجل هدف التعادل، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2. وبالموقع الإياب موقع الأنفيلد هي اللي راح تحسم التأهل. بدأت مباراة ربع نهائي الإياب بدوري أبطال أوروبا بملعب الأنفيلد. الدقيقة 60 هجمة عن طريق ليفربول وباص للداروين نونيز، والداروين وسجل الهدف الأول لمصلحة الليفر. قبل نهاية المباراة بأقل من دقيقة مع طرد صريح لليفربول، هجمة عن طريق اليوفنتوس وفرصة التعديل عن طريق بوجبا ولفلافيتش. بوجبا ما زال يحاول من بوجبا الى البوين، وفرصة التعادل ما زالت موجودة، ولكن اوه الله يا أليسون تصدي تاريخي اهل الليفر الى دور نصف نهائي دوري الابطال. بالنهاية الريال تأهل والسيتي تأهل والليفر وكذلك البايرن ميونخ، نصف نهائي نار وشرار. طبعا ببطولة الدوري فرق بيننا وما بين السيتي 3 نقط، ولكن معنا مباراة مؤجلة فممكن انه نعادلهم بالنقاط. وطبعا من اجل تحقيق هذا الشيء عندنا مباراة ضد برينتفورد وبعدين اليونايتد واستون فيلا، وبنواجه السيتي يا جماعة الخير بدور نصف نهائي مواجهة إنجليزية من العيار الثقيل. خسرنا 1-0 ضد برينتفورد، حرام. أو ماي جاد خسارة ضد اليونايتد وتعادل ضد أستون فيلا، والله شكل الدوري بيروح يا جماعة. مواجهة نارية ضد نادي مانشستر سيتي بدور نصف نهائي دوري الأبطال. مباراة الذهاب طبعا على ملعب الأنفيلد، وبدأت المباراة من الدقيقة 14 فرصة مرتدة لمصلحة نادي ليفربول عن طريق جوتا وداروين نونيز. جوتا يتقدم داروين نونيز. الله الله يا الإنهاء، نونيز بدوري الأبطال مش طبيعي. فرصة ثانية لليفر لتوسيع الفارق عن طريق لويس دياز اللي مرر تمريرة حاسمة
حاسمة، ولكن إدرسون تصدى وانتهت مباراة الذهاب رسميا بنتيجة 1-0. مباراة الإياب طبعا على ملعب الاتحاد، وبدأت المباراة رسميا. فرصة تأمين النتيجة للليفر بالدقيقة 5، وجوتا سجلها بنجاح وجاب الهدف الثاني. بعدها بدقيقتين مرتدة صريحة لنادي مانشستر سيتي عن طريق هالاند وفودن وكذلك الكيفن دي بروين. الإيرلينغ هالاند، الإيرلينغ يتقدم ولكن الفان دايك أراها بنجاح. ليفربول لم يسكت، وضربة حرة لمصلحة الليفر بدقيقة 63، وألكسندر أرنولد في العارضة الأفقية. فرصة حسم المباراة وإنهاء الأمور رسميا إجت لليفر بدقيقة 78 عن طريق لويس دياز اللي عم يحاول أمام رودري ومر بنجاح وعطى تمريرة للويس دياز اللي مرر بدوره لصلاح أو لكيرتس جونز، وما زالت والهدف الثالث، ولكن الحارس تصدى للكرة بنجاح من أجل تقليص الفارق عن طريق اللي هو فيليبس. وما زال الإيرلينغ هالاند يهاجم بالكرة وبمحاولة لتقليص الفارق عن طريق الفودن، من الفودن لجوليان ألفاريس والفرصة، ولكن تم قطع عن طريق الدفاع. ونعم يا جماعة الخيل، ليفربول رسميا بالنهائي بمجموع 2-0 بمجموع المباراتين على نادي مانشستر سيتي. ريال مدريد فاز على البايرن يا جماعة الخير بمجموع اللقاءين 4-1، وبالتالي النهائي بيكون ضد ريال مدريد للمرة الثالثة خلال تقريبا 5 سنوات. واو، هدف البطولة حاليا هو محمد صلاح 30 هدف، فرصة انه يكسر رقمه ال 32 هدف، فخلينا نشوف هل حيقدر صلاح يحقق هذا الشيء ام لا. عندنا 3 مباريات بمثابة 3 نهائيات اذا بدنا نحقق الدوري الانجليزي. المباراة الأولى ضد نادي توتنهام وبنفوز بنتيجة 2-1، وحققنا الفوز بالمباراتين اللي بعد بنجاح، وعندنا الآن نهائي الأبطال. ولكن قبل هيك لازم نشوف بالدوري شو عملنا. حاليا هداف الأبطال هو الإيرلينغ هالاند 10 جوال، بنزيما 9 أهداف، وما في ولا لاعب من فريقي. أول شيء بالنسبة لبطولة الدوري، هي الصراحة منافسة السيتي جوارديولا مرهقة، والله يا جماعة الخير انها مرهقه. ولكن حان اللقب 78 او ماي جاد او ماي جاد يا جماعه الخير، اخذنا اللقب بفرق الاهداف 3 فرق. انت مستوعب عزيزي المتابع؟ 3 فرق معنا 78 نقطه، نحن وسبيرز ومانشستر سيتي، ومع هيك السيتي اخذ المركز الثالث. او ماي جاد، انت متخيل؟ يا الهي يا الهي يا الهي، الحمد لله يا رب، الحمد لله حقنا الدوري. الان نهائي الابطال ضد الريال، حقنا كاس الدرع الخيريه، حقنا الدوري وفرصه لتحقيق الابطال. بسم الله يا عزيزي المتابع، نهائي دوري ابطال اوروبا، الليفر ضد الريال للمره الثالثه يا جماعه الخير، بيتواجهوا بالنهائي خلال اخر 10 سنوات فقط، انت متخيل؟ كل هذا يا جماعة الخير من اجل البطولة الاغلى، دوري ابطال اوروبا، منشوف مين بيقدر يحسمها، هل سيكون الهاتريك للريال ام الليفر بيحقق اللقب الاول ضد الريال. بدأت المباراة بانفراد لجوتا بالدقيقة على 10 ضد تيبو كورتوا، وجوتا وكورتوا وجوتا سجل الاول للليفر بنهائي دوري الابطال. الريال حاول يضغط حتى يعدل النتيجة، وهذا الشيء ادى انه يجي عليهم مرتدة ثاني عن طريق جوتا كذلك جوتا، ولكن الروديجير قطعها بنجاح المرة. وليفربول بعد نص ساعة لعب يا جماعة الخير ومحاولة وفاول عن طريق الارنولد، والتنفيذ عن طريق الارنولد بالمباشره، يا الارنولد، والله تيبو حاول ولكن الفاول اسطوري من الالكسندر ارنولد في نهائي دوري الابطال. الريال لم يسكت، والركله الركنيه او الركله الحره بالدقيقه 40 عن طريق توني كروس بذكريات كاس العالم 2018 وهدفه على السويد. توني كروس والعرضيه الى كريم بنزيما وبقيه الرفاق، ولكن اليسون تصدى وانتهت يا جماعه الخير المباراه على هيك، ورسميا الليفر قادر انه يحقق البطوله على حساب مدريد، ونجحنا يا جماعة الخير بإعادة بناء الليفر. ونعم يا جماعة الخير، الليفر نجح رسميا بتحقيق 7 بمسيرته الكروية. إذا عجبكم المقطع وعجبتكم الفكرة، اضغطوا لايك على المقطع واكتبوا لي مين الفريق اللي حابين نعمله الجاي نعمل عنه هاي الفكرة، فاضغط لايك وصلوا 40,000 لايك. شكرا على المتابعة، سلام.